والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الله عز وجل أكمل في هذه الأيام العبادات كلها. ما بتنوجد بغير هالأيام، الصلاة والصيام والحج والزكاة موجودة كلها في هذه الأيام. الصلاة مفروضة في كل الأيام، لكن في الأيام هي عليك أن تزيد من النوافل في هذه الأيام، أن تزيد من العبادات في هذه الأيام. ألا تسمعوا أسأل الله أن يوفقني وإياكم. فالصلاة والصيام، مطلوب منا صيام عشر ذي الحجة، وصيام عشر ذي الحجة هذا كذلك كل مسلم لازم ينتبه. هذا الصيام شو فيه؟ صيام ذي الحجة، صيام كل يوم في ذي الحجة يعادل صيام سنة، اليوم يعادل صيام سنة. أنا كتبت حساب، عملت حساب اليوم، لكن هذا الحساب إن شاء الله بيكون سهل علي وعليكم. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة اللي بنسمي صوم يوم الوقفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كم سنة؟ سنتين، سنة اللي قبله وسنة اللي بعده. هذا يوم عرفة فقط. بالحساب صيام 12 ساعة بعادل مغفرة 24 شهر، صح الحساب؟ صيام 12 ساعة بعادل مغفرة كم شهر؟ شهرين، شهرين 24 شهر، سنتين 24 شهر. معناتها اليوم 12 ساعة، كل ساعة في اليوم مغفرة شهرين، كل ساعة مغفرة شهرين، بيطلع معنا كل 60 دقيقة بتعادل 60 يوم، يعني كل دقيقة بيوم بتعادل 30 يوم، يعني كل دقيقة بيوم، كل دقيقة من هالعشر تغفر لك ذنوب يوم. فمعناته اللي عم يضيع الوقت في طريقه وفي روحته وفي جيته وفي سهرته وفي جلسته قديش عم يضيع عليه. يا مسلمين، هذا وقت الكنز، هذا وقت المكسب، هالعشر هذا وقت المكسب. المسلم لازم يبذل جهده ما يضيع دقيقة في طريقك، في بيتك وانت قاعد، دائما مسبحتك بإيدك شغل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وصلي على النبي وذكر لا إله إلا الله. فكل دقيقة بتعادل يوم، كل دقيقة من هالعشرة أيام بتعادل يوم مغفرة، الله بيغفر لك يوم. فإذا كان عشرة أيام، إذا بالدقيقة يوم، بالساعة قديش؟ ساعة شهرين، بالساعة مغفرة شهرين. يا مسلمين، وين مضيعين هالأيام؟ هي أيام ذي الحجة يلي المسلم ما عم ينتبه إلها. صوموا نهارها وقوموا ليلها.